سناء خدور والدة الطفل أسماء حمراء من سوريا. بنتي عمرها 5 سنوات بتعاني من تناظر نفروزي بسبب مهاجمة جهاز المناعة للكلية، وهي مهددة بالفشل الكلوي بحاجة لعلاج مثبت لجهاز المناعة. كلفة الدواء 1,200,000 ليرة سورية بالشهر. بطلب منكم مساعدتي باسم الرب يسوع لتأمين الدواء. البنوتة أسماء شو بلش معها؟ خاطي خبرينا عن وضعها. بلش معها لما صار عمرها 3 سنوات، صارت تورم، جسمها يورم، صار عندها احتباس سوائل. عرضناها على اطباء كثير، قالوا معها مرض اسمه نفروز كلوي، التهاب كلوي بصيب الكليه، هو مرض مناعي. هذا الدواء قد ايه بتاخده؟ والله اخذته يعني لما صار عمرها 3 سنين، كان لها تقريبا 2 سنين ونص هلا لحد هلا بتاخده. هو شهري ولا كل 3 شهور مرة العلبة بتكفي؟ لا، كل شهر بدها 3 حبات، تاخد حبة الصبح، حبة الظهر، وحبة المساء. كل الأحوال ليكي حبيبتي، هاي القصة أنت عندك إياها دائمة، فبدل الشهرين وثلاثة رح نعطيكي ل6 شهور. أوكي، يعني تقريبا قد إيه بيطلعوا؟ ربي 7 مليون. شكرا كثير إلك ست ماجي، 100 أهلا وسهلا ربنا فيك. يبارك عملكم يحميكم، وألف شكر إلكم، ألف شكر إلك ست ماجي. أنت قلبك كبير وعم حبيبتي تحسي بهالعالم، وأنت بتعرفي الوضع قديش صعب، فشكرا من كل قلبي لتسديد احتياجنا. ولا يهمك شكر ربنا يسوع المسيح حبيبتي، لتلبية احتياجنا، انت وبشكر مانك مسيحية برنامجكم ايه؟ وبشكرك. لا لا لا، بكل الاحوال مسلمة. اسم الرب يسوع ما بيخيب، وبصلي انه يكون هالبرنامج بداية علاقة بينكم وبين الرب يسوع، تثقوا فيه. هذا الاسم اللي تهمش أكيد كتير بالمجتمعات العربية، تثقوا فيه وتسلميه ولادك وحياتك، وهو بيتصرف باسمه وبتلاقيه أكيد. بيعمل هيك شفيت، لا 12 سنة ولا غير 12 سنة. استلمت من رسل المسيح 3.5 مليون من المبلغ الإجمالي 7 مليون. اشتريت فيه 3 علب دواء بروجراف ألماني لمدة 3 شهور. بنشكر الرب يسوع المسيح، بنشكر رسل المسيح، وشكرا كتير لأمنا معي. أنا سناء من طرطوس، وهيدي بنتي أسماء. استلمت من رسل المسيح 3.5 مليون، حق 3 علب دواء لأسماء. شكرا رسل المسيح، شكرا للرب يسوع المسيح، شكرا أمنا ماجي، وشكرا للمملكة السورية. شكرا أمنا ماجي، شكرا أمنا. ربنا جعل هذا البرنامج لكتار وكسب ثقة كتار، وبيطلبوا منه حتى الغير مسيحيين وعندهم ثقة باسم الرب يسوع المسيح أكثر من أنبيائهم ومن الأمور اللي ربيوا عليها بحياتهم، فكتر خير ربنا.